السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي شهيوات بشرى اشبيل. الفيديو ديال اليوم غنقدم لكم حالة المرايا كتجي لذيذة وسهلة في التحضير. بالنسبة للناس اللي كيزوروا القناة ديالي لأول مرة كنقول لكم تابوناو وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. مرحبا بكم. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو في الطبقة الأولى، عندي هنايا كاس ديال الدقيق، نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، واحد خمارة حمراء، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، معلقة كبيرة ديال الكوك أنا حمرته في المقلاة، وجوج بيضات. بالنسبة للطريقة، أول حاجة كنهرسو جوج بيضات، غادي نضيف نص كاس ديال السكر سنيدة، من بعد كنخلط بالخلاط اليدوي السكر مع البيض، غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب. غادي نخلط المكونات اللي عندي هنايا السائله حتى تنسجم مع بعضياتها. من بعد غادي نضيف الكوك بعد ما حمرته، غنضيف جوج معالق ديال الكاكاو، بالنسبة للكاكاو انا فايت لي غربلته، كنخلط جميع المكونات حتى تنسجم ليا مع بعضياتها. من بعد كنضيف الدقيق والخميرة حمراء، غادي نضيف كاس ديال الدقيق بعد ما غربلته، غنضيف خمارة حمراء ديال 7 غرام، غادي نخلط الدقيق مع المكونات كلها حتى تنسجم ليا مع بعضياتها كيف ما كتلاحظوا. بعد ما خلطنا الدقيق والخمارة الخليط كيكون على هذا الشكل، كناخذوا طاوة ديال الفرن كنفرشوا عليها ورق الطهي، من بعد كناخذوا واحد الكادر اللي عنده داك المول اللي كيتحل يستعملوا. بالنسبه لي انا درت كادر ولويت عليه ورق ديال الطبخ، من بعد قبضته بواحد المقبض. غادي نخوي الخليط ديالي لداخل ديال الكادر، في هذه الأثناء كنكونو سخنا الفران على درجة حرارة 250، كندخلو الطبقة الأولى كطيب في الفران، بعد ما كطيب كنخرجوها وكنوجدو الطبقة الثانية.
بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في الطبقه الثانيه، عندي هنايا جوج ديال اليوغور طبيعي، نص كاس ديال سنيده، واحد صاشيه ديال الحليب غبره ديال 60 غرام، كنوضعو اليوغورت الطبيعي من بعد كنضيف نص كاس ديال السكر سنيده، صاشيه ديال الحليب غبره، كنخلط المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم، كيف ما كتلاحظوا القوام ديال الطبقه الثانيه كيكون على هذا الشكل. في هذا الاثناء انا غادي نخرج الطبقه الاولى ديال الكيك من الفران، كما كتلاحظوا الكيك ديالي كيجي اسفنجي. من بعد كنخوي الخليط ديال نيدو ويوغورت طبيعي والسكر سنيده، من بعد كندخل الحلوه ديالي الفران وهو مازال سخون. الا برد لكم الفران ممكن تشعلوا العافيه من الفوق وتخليوا الطبقه الثانيه حتى تمسك لكم، باش تعرفوا تماسكات كتقيسوها بصبعكم وما كتلصقش في اليد ديالكم. من بعد كنخرجها وكنوجد الطبقه الاخيره والثالثه. عندي هنا نسيطر الحليب، جوج معالق النشا، جوج معالق الكاكاو، جوج معالق ديال السكر سنيده، واحد صاشيه كبيره ديال الفلون شوكولا. اول حاجه كناخذ الحليب كنضيف عليه الكاكاو، سكر سنيده، واحد صاشيه ديال الفلون شوكولا، كنضيف النشا جوج معالق، كنخلطوا جميع المكونات مزيان حتى تنسجم لنا مع بعضياتها. من بعد كنوضعوها فوق النار وكنستمروا في التحراك حتى كتعقد لينا لاكريم ديالنا. كيف ما كتلاحظوا انا خرجت الحلوه ديالي من الفرن، كنستمر في التحراك ديال الطبقه الثالثه. في هذا الاثناء قربت توجد لي لاكريم، كنطفي عليها النار ومن بعد كنضيفها كطبقه ثالثه. كيف ما كتلاحظوا كتجي كتلمع وكتجي لذيذه بزاف. كيف ما كتلاحظوا انا كنزيد الطبقه الثالثه على الحلوه، كنحاول نقادو ليها السطح ديالها. من بعد كندخلوها الثلاجه
ساعتين حتى كتبرد، كنخرجوها وكنزينوها باللي حبينا، يا اما كتزينوها باللوز ايفيلي. بالنسبه لي انا زينتها بحبيبات الشوكولا. كيف ما كتلاحظوا حال المرايا، ها هي وجدات. كنتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، تعجب الاطفال الصغار ديالكم. وما تنساو الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تضغطوا على لايك، واللي كيزور القناه ديالي لاول مره كنقول لكم تابوناو وضغطوا على زر الاشتراك. انا هنايا غادي نقطع لكم واحد المورسو ديال الكاطو باش تشوفوه. الحلوة ديالي كتجي على هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم، وما تنساو كما ذكرت لكم ما تنساو ديروا لايك. ومرحبا بكم في قناة شهيوات بشرى أشبي. السلام عليكم.